أذكر نفسي وإياكم بآيات من كتاب الله تعالى. وقبل الدخول في هذه الآيات أذكر مسألتين. المسألة الأولى من هاتين المسألتين أن الناس في وقفتهم هذه يحتسبون الأجر من الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في البخاري ومسلم من رواية معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كان الله داير بك خير يفقهك في الدين، تفهم دين الله. وده ظننا في اخواننا الموجودين ديل الان، لان انا وقفت بياي ولافي شفت الحاصل. الناس مع الازعاج ومع الضيق ومع الابتلاء واقفين دايرين الخير، وجزاونا الله خير. عشان كذا نحن ان شاء الله لو السماء انطبقت مع الارض ان شاء الله وكتب لنا حياه بنجي المكان ده نبلغ دعوه الله تعالى. رضي من رضي وغضب من غضب، دي مسألة. المسألة الثانية أن هذه الدعوة منصورة، دعوة الله منصورة. قال الله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. الزول عنده حجر، عنده عقل، والعقل سموه حجر لأنه بيحجز صاحبه من الأشياء القبيحة. هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. دي أمم عادت دين الله سبحانه وتعالى، قال فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ونحن على يقين أن الله تعالى بالمرصاد لمن خالف شرع الله تعالى ولمن وقف أمام هذه الدعوة العظيمة. دعوة واضحة يا ناس، عشان كذا الآيات الدائرة كيف معاه رب العزة والجلال قال فيها: واتل عليهم نبأ إبراهيم، خبر من الأخبار، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إنتوا يا ناس بتعبدوا منه؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. أصنام صنعوها بيديهم فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. أصنام ذي تدعوها يا صنم الفلاني الحقنا وافزعنا، بيسمعوكم ما بيسمعوا. والآن الناس اللي بيعبدوا غير الله وديل مشكلتنا معاهم كبيرة. نحن والله ما دارين سياسة ولا دارين سلطة ولا دارين مال ولا دارين دنيا. الدنيا عند الله لا تزن جناح بعوضة، ونحن إذا رأينا البعوضة سقطت على الإناء وعلى الطعام غمسناها رغما لأنف الجاحدين وبيانا لسنة النبي الكريم. وهي ما بتسوى كلها جناح بعوضة، ما تعبان إليها، لا دارين قروش ولا دارين شهرة ولا دارين سياسة ولا دارين سلطة، دارين الناس توحد الله تعالى الخلق السماوات الخلق الأرض. وشايفين الناس والحمد لله، أنا والله مسرور جدا إنه على العداوة دي الناس مقبلة على الدين، والناس شافت بعينا وسمعت بأذانا عداء الناس لرب العالمين. ذول يا أخي الله يأكلك ويشربك ويعافيك من الأمراض ويديك المال ويديك الأولاد وتنادي غيره: يا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا. والله تعالى يقول في القرآن: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا
ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ونحن ما عندنا موسيقى من جربها الناس ولا عندنا دلوكة تل ما بعرف. قال ساري الليل للقرض قرش، ما هو الحبوب ما هو الأغبش، عنده حصانة ما بتفتش، كهربته العالية بتحرق تش. نحن ما دارين تشتش الناس، دارين الناس تعبد الله سبحانه وتعالى وتوحده، خايفين من عذاب الله على الناس. والله الذي لا إله غيره يا أخ تغش الناس، ما عندك حجة تبلغ بادين الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. والغوا فيه دي انت قايلها شنو؟ والغوا فيه دم الإزعاج ذاته، والغوا فيه لعلكم، والغوا فيه الناس لعلكم تغلبون. فلذلك العبد يوجه عقيدته في الله صحيحة، ويوجه دعاءه لله وحده ونذره لله سبحانه وتعالى، ويوحد الله ويلقى الله بهذه العقيدة فينجو من عذاب الله. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، دار تلاقي الله بالنجيضة، أي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. والله ما في حجة، بس لقينا أبهاتنا بيعبدوا غير الله وعبدنا غير الله، لأن أبهاتنا بيعبدوا غير الله. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ما له رب العالمين؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسألكم بالله، في قلب سليم؟ قلب سليم فيه شرك بالله تعالى؟ معقول يكون سليم؟ قال تعالى: إنما المشركون نجس. قال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قال تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. شكذي نحن جينا ندعو الناس إلى هذه العقيدة الصحيحة، العقيدة الصافية. يا ناس، زول مات غسلوه وكفنوه وما قادر يحرك أصبع، شالوا أربع رجال رفعوا ودوا المغابر، حفروا المطمورة وحفروا ودوا لحد ودخلوا جوا القبر، وجابوا الطوب ردموه، وجابوا الطين ليسوه، وجابوا التراب فوق لكبوه، يعتروا ينادوا الزول؟ لا ينادوا يمرق كيف؟ أنا داير أعرف الزول ده بيمرق كيف؟ أنا داير أعرف. وبعد ده يبنوا له أوضة، سووا له أوضة وفيها باب، وفي الباب ترباس، وفي الترباس طبلة،
والطبلة عندنا ثلاثة مفاتيح ماسكة الدرويش، يعني الشيخ لو حي إلا يفتحوا له الطبلة أول شيء والباب، هو مقبول النساوين ينادوه والله، ودايرين يرتاحوا في البلد دي والله، نحن حيين ما بترتاح والله ما ترتاح والله، حتى يعبد الخلق رب الخلق سبحانه وتعالى أبدا راح ماف، حتى يوحد الناس رب العالمين. يا أخي الله خلقك انت ما بتختشي، الله رزقك انت ما بتخجل، زول يتبرع له بسماعات انكسر للزول يتبرع له انكسر له، والله ما قصرته اوك واه، اغلى السماعات ولا يضنك اغلى ياتي سماعات دي ب50 مليون ب20 ب30 انتهت، اضنك بكم يا بليد اضنك بكم، والله اغلى الاداك اللي اضنين منه، الله تشكر الله ولا تشكر ده، والله تحارب الله سبحانه وتعالى. في ناس عندهم ملك زي فرعون وفرعون ذي الاوتاد، انت قاعد سموه ذي الاوتاد ليه؟ وصفوه بالوصف ده لانه الزول اللي بخالفه بخطه في وتد، ولانه الجنود بتاعينه زي الوتد اللي بيثبت ملكه، وبعد الله قلعه لما خالف امر الله تعالى. انت زول بتاع عصيده الله ما بيقلعك، وداك باوتاد كر غرقوا في البحر انتهى منه. وانا بستغرب في الناس ذيل، زول تمشي ليه وعيان؟ انا عيان ماشي للفقيه، الفقيه وين؟ في المسجد، تمشي المسجد تلقى الفقيه ماف، وين الفقيه؟ والله حاس الليل عيان مشى المستشفى، يعني الفقيه مشي يرقد على بطنه ادو حقنه، وانا اشرب في النهايه كذا تفكر بالراحه، زول عليك الله عيان، الشيخ ذاته عيان مشى المستشفى، انت قال مصر المؤمنه دي سببها شنو؟ ما ابوك الشيخ جاته حصوه الله ابتلاه، ما دخل له لغم جوا ولا غنبله، حصوه بس حاجه بسيطه دخلها لجوا خلاه يكورك، السودان ده تشط بل اولياء الكورك ليون دي قال ضيق مرقه في مصر، والله مصر وجراجع سوى له قصيده غلبته الشغله، وطبعا احنا ناس ظريفين لا قاعدين نضارب لا قاعدين نشاكل لا عندنا حاجه، بس لساننا ده ولساننا ده مغلب الامه ذاته، تحيرنا وحيرنا الناس والله بلساننا ده، بس الشيخ عيان امشي المستشفى، الشيخ ده ذاته الشيخ ده ذاته معلش الشيخ ده ذاته العيان ده بتاع القصيده مات وين؟ الشيخ مات وين؟ مات في ساهرون، يعني ما مات في المسجد، مات في المستشفى، يعني جرى للدكاتره. وطيب انا اجر له، قال الله تعالى: وايوب اذ نادى ربه، الانبياء ديل بيلجأوا لله سبحانه وتعالى، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ليه ما دار يلجأوا لارحم الراحمين؟ ليه ارحم الراحمين ما دارين النازل؟ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. انت مش بتعبد الله؟ اي مرضت واذا مرضت فهو يشفين، داير جنى ما تمشي لزول يغشك والله يقول لك انا بدي الجنى، تدي كيف؟ انا داير اعرف انت بتدي الجنى، طيب قبل ما يلدوك انت هل انت بتدي الجنى ده؟ قبل ما يلدوك الناس اللي كان بيديونا الجنة منو؟ أنا داير أعرف الخواجات ديل بلدوا تيمان وثلاثة وتسعة ذاته، والله شفتها في الجريدة خواجية الله ادا تسعة خواجية، دي مشت للشيخ منو؟ أنا داير أعرف اللي ادونا خمسة بس، أنا داير أعرف زول امش وقول له اديتك واوعك تدقس دقسة زي دي، امشي للشيخ تقول له هاك المرأة أدي جنة، موضوع ده طويل. قال تعالى في القرآن: لله لا لغيره
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قال تعالى في القرآن: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال تعالى في القرآن: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. قال سبحانه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة الدوري فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا الله ركبك، ركبك فاهم ركبك يعني شنو؟ يعني يديك ديل ركب إليك الله، كرعيك ركبين الله، الشيخ يديه ركبين الله، كرعيه ركبين الله، انت مركب تنادي مركب كذا، فكر بالراحة كذا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. قال سبحانه: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ده مثل استمع له، ما يغشوك ساي موسيقى وصفقة أوك، والله أملانا محبة ورشنا رش، عند السكرات ما نتكرمش، والله انت خايف من الكرمشة مالك، وبقرقاب وبجنزير وبعضلا سيف وما بعرف وبقرون أوك. واحد في الجزيرة ده اسمه الهادي مسمينه كرفاسي، يعني ده بكرفسك زي الملاية كده، انقلبته شغلته بكرفسك كده وبرميك في مهيوبة ولا في حاجة، هو السايب كرفسونا، نحنا كرفسونا، والله الطاقية دي ما تكرفسها طاقية. أكبر الموضوع ده طويل يا ناس، وحدوا الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. أسمع الآية دي كويس، ضعف الطالب بنادي غير الله، والمطلوب البنادوه، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. والله الله قوي يا خنا نادي لي شيخ يا فلان، الحقنا قاعد يتغدى، الشيخ بيتغدى بياكل في الشطة وبالأم رقيقة، أهانا ناديته يعني يتخنق ولا يسوي شنو يعني، الشيخ مشى الحمام شغال والإبريق فضاه كله، أها أنا أنادي كيف؟ شكا الله قال لك في القرآن: قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. الله بأكل وما بأكلوه، شكيت ناديه، الله بنوم الناس لكن ما بنوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة نعاس ذات ما بنعس، ولا نوم سنة سنتين ألف آلاف من السنوات، لا تأخذه سنة ولا نوم. ما عظيم
انادي لي زول بيموت، انادي الزول هو مشغول اناديه. قال تعالى في القرآن ومن اضل، دار تعرف اضل زول البعتر ينادي غير الله، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال الله تعالى وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني، يا اخي فطرني ما اعبد، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون، ماذا سيح فاسمعون، لم في قتلوه مش شاكلوا ساي ولا خنقوه ولا كفتوه ولا لا لا قتلوا عديل كذي. وانا والله الذي رفع السماء منيتي في الدنيا دي الله يكتب لي في دينه، والله متمني بس يجي يوم واحد كذي ما كلمه يوبه وهايج بس يدخله بيجا الا يمرق بيا غالي بس، والاقي الله اكون متكيف جدا ما بعمل ارجع عندنا من دي ان نبلغ دين الله سبحانه وتعالى. يا اخي كلب كلب ماشى مع ناس توحيد، الكلب ماشى مع اصحاب الكهف ناس موحدين الله جابه في القرآن، كلب كلب جابه بيا قعدته متكيف الكلب، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط متكيف عمك الكلب الله وقاعد بره. كلب طيره دعت الى الله غضبت لله، الله جابه في القرآن. وتفقد الطيره فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال هدهد طيرة، فقال أحط بما لم تحط به، أنا عندي خبر أنت ما عندك، أحط بما لم تعد به، يعني أنا عندي خبر أنت ما عندك، تجي تقول لي هدى نبي نبي. الطيرة قالت له أحط بما لم تعد به، تجي تقول لي فكساي يعرف لك الرائحة والبعيدة يعرف لك وين، وعرف لك الغنماية وين، وعرف لك ده إلا عتود يعرف لأنه دار يرضع وراه، يا غنماية بتعرف أنت وما بعرف وين، وجيب لنا الرائحة وسوي لنا. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. طيرة تغضب لله وناس يحاربوا دين الله، طيرة تغضب لله تطير آلاف الميلات الأميال وتمشي المسافة دي كلها، ما قالت له والله يا سليمان لقيت لي مخزن بتاع دخن ولا عيش مع إنها طيرة، ولا قالت له لقيت لي بحر ولا نيل مويت طعمة مع إنها طيرة، ولا قالت له لقيت لي منطقة فيها طير وجيه. طيرة لفت الغضبة إنه في ناس بيعبدوا الشمس، غضبت لله تعالى، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. اهتدوا لشنو؟ ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون
وما تعلنون. الله لا إله إلا هو. الناس ما توحد الله، ما تغضب لله سبحانه وتعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الكبير. السماء ما كبيرة، الكرسي أكبر من السماء، العرش أكبر من الكرسي، الله أكبر من العرش. رأيك شنو؟ الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات. الله جعل لك ملائكة يا أخي عشان ما تعلق لك حجاب ولا كمون ولا حاجة تقول دي بتحفظني. قال له معقبات من بين يدي ومن خلفي يحفظونه من أمر الله. يا أخي الله حافظك يا أخي. انت يا أخي بتنوم، كم ممكن الصباح روحك تمشي؟ الله تاني حياك. تخط الصف في خشمك، الله كان ممكن يا زاك في خشمك ده يبتليك، يا زاك دي خليها يبتليك. الله عافاك، تتوب ترجع إلى الله تعالى يأكلك ويشربك وينعم عليك. وفي مصائب انت ما عارفها قاعدة تجيك والله بيصرفها عنك، انت ما جايب خبر. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما يتوبوا ويرجعوا لي الله بغير، ولما يعادوه ويعصوه بغير النعم وبيبتلون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد، عشان ما تعلق لك حجبات، عشان ما تعلق لك ورقة، عشان ما تعلق لك قصبة في عضلك، والله قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. مش لو علقت حجاب، لو علقت الشيخ ذاته، شفت الشيخ ربطته في يدك والنوبة في راسك والمسيد كله خطيته في ظهرك. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. بالله البرق ده يبرق كر، ناس طوال يجروا جوا اللوضة اوك برق جاه، والباقين يقولوا والله عندنا زراعة يا الله تنزله مطرة. ناس طمعانين وناس خايفين. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. سحاب فوق، نقطة ما بتنزل إلا بأمر الله، نقطة واحدة. جيب أكبر شيخ في الدنيا خدته في الشمس الساعة واحدة صباح واحدة ظهرا، أديه لوح تلج، قل لي عليك الله الشيخ ما اللوح ده ما ينقص حاجة، بجيك بعد نص ساعة بمسكه والله إن بقى نشادر، شفته إن بقى شفته أي شيء ما بمسك الشغلة، والله إن بقى أي شيء ما بسوى عابل. قال لك الشغلة دي بتمشي. قال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. بعد ده قال وهم يجادلون في الله. بعد ده يقول لك الله براو، هاي الله براو، انت داير شنو تاني؟ الله براو، انت داير شنو؟ وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه. البناد غير الله، يا فلان الحقنا، يا فلان افزعنا وتعملوا لنا وتسووا لنا. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه.
زول يده ما ضمه، يده دي بسطة كده بتمسك موية، لو سواها زي الكورة معلش، لكن هو بسطة تمسك موية، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا وكرها، وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء؟ في كلام أوضح من ذا؟ أزول قلب مرة واحدة، قلب بيت مرة واحدة. قل أفاتخذتم من دونه أولياء؟ أنت عارف أنا متكيف جدا، لأن الرجال نسفناهم كذا لما نجوا النسوان، برضو النسوان كذا المرة دي هذول دي القوارير، ده شفت نبلة ولا دار غنبلة، والله الليلة تتردي، والله الموضوع ده طويل. قال قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا يملكون لأنفسهم أولياء، لا يملكون لأنفسهم، مش لك انت أسي لو بيضروا أسي دي اللي مرقوا مصارينا برا، أقول لك شيل المصارين دي بعيدة، السرة بس أمرقة برا، الشنب بس الشنب شيلوا برا، الدقن كيف المضايقة كده شيلوا برا، ما يعملوا أي شيء، والله كوركو ساي أظن ما في حاجة، إزعاج ساي والله. والكلام ده حدث للرسول زمان صلى الله عليه وسلم، طلع الصفا بلغ الدعوة، الجماعة جابوا النوبات تل تل تل، الله جابه في القرآن، أوريك له وين في سورة النجم، أرجع سورة النجم آخر آيات، قال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. سامدون في التفسير عند أهل حمير أي مغنون، يعني انتوا قاعدين تغنوا وأنتم سامدون. شكل قال قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء؟ ما لنا الأولياء يا الله، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه؟ الجنة الداون لي الله والجنة الداون له فلان، خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فلذلك والله أبشروا، والله الذي لا إله غيره المحل دي فيها خير، والله نحسبه والله وحسيبه، لأنه أنا والله متكيف وما زلت أكرر من أعماق القلب إنه ناس في وسط الإزعاج واقفين ما قاعدين يسمعوا في غنية ولا قاعدين يسمعوا في نكات، بيسمعوا في دين الله وهم يتأذون كما نحن نتأذى. وإلى الله المشتكى وعند الله تجتمع الخصوم. أسبقوا يختموها ملو ملو ولكاكين لكاكين فكاكين كفكاكين وما بعرف، وفنان غلبته الشغلة قلب بيجاي، والله شغلة كلها مبلبلة وعداء باسم دين الله تعالى، وقصايد فارغة سار الليل للقردة قرش. دي بلد واسي البلد دي على قلك، أنا أكلت مندي ومشيت عليك ورعيك ما كويس تاكل قرد ودار تمشي البلد دي قرد ده قدامه كضب ساي، والله جوا جوا ماكل عتان وماكل خرفان وماكل حاجات تقيلة، ونحن أسي الواحد تلقاه ماكل لك كسرة ما قادر يجيف، والله يا ناس كم مسخن ما قادر اجيب ذاته، لكن تجي تقول لي تاكل لك قرب ولافي معانا صار الليل للقرض قرش، ما هو الحبوب ما هو الاغبش، عنده حصانه ما بتفتش، كهربته العاليه بتحرك تش،
دخل بالياء طلع كيكي، ما هو الفجل ما هو البامبي. هسي ده دين ولا ملجة بتاعت خدر؟ ده دين، تدين لله تعالى بيه. يا اخي يا اخي شوف لك شغل اشتغلها يا اخي، والله الواحد تلقاه بيت شابة او مرة كبيرة، خلاها شابة مرة كبيرة، دار قروش تبيع شاي، والجبنة بكذي والشاي بكذي، والله برزقه. انت يا كافي البلد شاي ما بتعرف تسويه، دار تشوي مصارينا نحنا، نحنا والله شفتها نخليك بس لاف في كذي سوره ما في شيء. توحد الله وتعبد الله. وانا اختم الايات دي، قالوا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا، عليك الله اسمعه، قال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، واحد أسياد عشرة والعشرة مشكلين، ده بيقول له أنا طريقتي كذي، ده بيقول له طريقتي كذي، وده بيقول له أنا بنفخ، والتاني بيقول له أنا بكرفس، والرابع بيقول له أنا بجنزر، والخامس بيقول له أنا أكلي حامض، والسادس بيقول له أشرب محايا، والسابع وده بيقول له كيف، وده بيقول له أقعد، وده بيقول له أمش، وده بيقول له تعال. هم مشكلين وأسياد، وهو واحد ده ما تعبان، ده تعبان يا أخي، رضي ياتوه خلي ياتوه. واحد تاني سيد واحد بس، أعمل كذا وكذا، تعال ارتاح، تاني أعمل كذا، تاني نوم بالليل، أصحى في وقت معين أعمل العمل الفلاني، تاني نوم. التعبان ياتوه الأول ولا التاني؟ مش الأول. أسيت كان سألوك أخونا بنظارة ده، شايف خدت النظارة ودار يسمع، أنا متكيف منه جدا والله. بعدين أخونا ده لو قالوا لي وسي، لو سألت قلت له سيدك كم؟ لك سيدي واحد، الله بس والله، الله بس. أمش أزال جماعة الدراويش، قل له تاسيادك منو؟ والله يقول لك قايتون في الغرب إسماعيل، وفي الشرق الحسن، وفي الشمال تراه غايته ذاك بشملة، وفي الجنوب غايته ذلك بجاسفوه وديل كذي. عنده كم سيد؟ ده ذاته قاعد في النص زي الشجرة الملوية، ده يسنيده بجاي وذاك يجيبه بغالي والله. واحد تاني سيد واحد المرتاح ياتو، وانت سيدك رب العالمين، تاني دار لك سيد غيره؟ أسيادك بشر يا أخي، تملأ الإبريق، تغسل كرعين الشيخ، يتفلك في الموية تقرطعه، بزاغه فيه وقضى فيه مصايب، تقعد تقرطع سايه. وأيام مشوا الدو حقنة أريته كان أنا ممرض والله، كان جبته بتاعت البيطري ذيك، شفتها؟ كبر الله، موضوع ده طويل والكلام يطول. وفي نهاية المطاف نحن والله نشكركم مرة ثانية، وأبشروا الدعوة دي بتمش كذي، المرة الجاية إن شاء الله بنديها دعوة، بنديها دعوة بالليل إن شاء الله. الله فرج الشغلة زيادة إن شاء الله، وستوا احرصوا، والله يبارك فيكم، والله يتقبل منكم وقفتكم دي. وأسأل الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، الناس القاعدين دي الشت من غير فرز، طالما هم الحمد لله على التوحيد نحسبهم وعلى السنة، أسأل الله لمنا في الجنة هناك، شفتها؟ ناكل التفاح والموز ونفلق الجماعة بالقرف بتاعه. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.